شوف الحمد لله هذه السنة الرابعة الحمد لله مع فريق الوداد، يعني الحمد لله كل سنة الحمد لله إلا وتن نحرزوا على لقب. هادشي ماشي سهل في فريق الوداد، يعني باش تحصل على الألقاب في 4 سنوات. العقد ديالي غيسالي في آخر سنة، آخر شهر يوليو، آخر موسم رياضي. طبيعة الحال لأن أي فريق تيتمنى أن إبراهيم النقاش ياخذ الخدمات ديالو. أنا الخدمات ديالي مازال موجودة مع فريق الوداد، ونتمنى يكون خير إن شاء الله من هنا المستقبل إن شاء الله. ولحد الآن مازال ما تكلمش مع المكتب، ولكن هذه تبقى مسألة ديال المكتب، واش إلا كان عنده غرض أنه يجلس مع النقاش يعني أنا موجود ما كتابش. نتمنى أن اللي عود النقاش إن شاء الله يقدم مستوى كبير إن شاء الله. والجماهير كاين واحد الاحترام بيني وبينهم، تعرفوا أن النقاش تيقدم كل ما عنده في الميدان، ممكن الخروج ديالي تنتفهم المدرب لأن عندي مقابلة الأخر ما ديش اللعبة، عندي 4 صفرات غيعطي فرصة للاعب جمال يتبدر اللي باش هو ياخذ يعني الفرصة ديالو في المقابلة هذه. نتمنى إن شاء الله تبقى واحد الاحترام واحد المودة بيني وبين الجماهير، ورغم أن يكون نقاش في الوداد أو خارج فريق الوداد هذا إلا ورسالة للجماهير لأنني تنحترمهم وتنقدرهم.